قوله علي أول من جمع القرآن. يقول علي أول من جمع القرآن الثامنة. يقول وأما علي وشيعته فقد تصدوا لذلك في العصر الأول، وأول شيء دونه أمير المؤمنين كتاب الله. يعني يزعم أن هناك كتاب. أي نعم. بعد فراغه من تجهيز النبي آل على نفسه ألا يرتدي إلا للصلاة وأن يجمع القرآن، فجمعه مرتبا على حسب النزول، وأشار إلى عامه وخاصه ومطلقه ومقيده ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وعزائمه ورخصه. هذا الذي ألفه علي. وأنا ما أدري ليش الشيعة الآن ما يقرأون به. وين هذا القرآن؟ هذا أين هو هذا القرآن؟ لا يوجد. لكن أنا أقول لك أين هذا القرآن. شوف في كتاب الاحتجاج للطبرسي الذي ينقل عنه الموسوي كثيرا في كتابه، لما نقل احتجاج الزهراء وكذا كله ينقله من الاحتجاج، كتاب الاحتجاج. في كتاب الاحتجاج عن أبي ذر الغفاري، وهذا الاحتجاج صفحة 55 و100 كتاب الاحتجاج، يقول عن أبي ذر الغفاري أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع علي القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم، فوثب عمر وقال يا علي اردده فلا حاجة لنا به، فأخذه علي عليه السلام وانصرف. ثم أحضروا زيد بن ثابت وكان قارئا للقرآن، فقال له عمر إن عليا جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فضيحة وهتكا للمهاجرين والأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال فإن فرغت من القرآن على ما سألتم فأظهر علي القرآن الذي ألفه، أليس قد بطل كل ما عملتم؟ يعني زيد يقول حق عمر طيب سويت لكم الحين قرآن وشلت منه فضائحكم وصايبكم وكذا، زين فضائح المهاجرين والأنصار، بعدين علي طلع قرآنه ما استفدنا شيء، لازم تشوفوا لكم حل مع علي. قال عمر فما الحيلة؟ قال زيد أنتم أعلم بالحيلة، أنتم أهل الحيلة، أنتم أعلم بالحيلة. فقال عمر ما حيلته دون أن نقتله ونستريح منه؟ الحل أن يقتل علي. فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على ذلك، ما قدروا يقتلونه. فلما استخلف عمر سأل عليا أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم، فقال يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي قد جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه، يعني قص على علي ناسي حرفه. فقال علي هيهات ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم، ولا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا ما جئتنا به، إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي بس. قال عمر فهل لإظهاره وقت معلوم؟ قال نعم، إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فتجري السنة به صلوات الله عليه. يعني الشيعة المطهرون محروم منه. محرومون منه. محرومون منه. وهذا في الاحتجاج صفحة 55 و100. النقطة التاسعة. هذا يدل شيخنا على التحريف طبعا، لأنه هو الآن إذا كان علي الآن أخفى هذا المصحف الذي يزعم، لأن نسأل الآن عبد الحسين ونسأل عقلاء الشيعين هذا المصحف، فإذا كان الإمام علي أخفى هذا المصحف نعم، وكان هذا المصحف كما يقول وقد عني غير واحد من قراء الصحابة بجمع القرآن غير أنه لم يتسنى لهم أن يجمعوا على تنزيله، فإذا كان جمع الصحابة على غير التنزيل نعم ومصحف علي غير موجود الأمة ضايعة إذن. والله هذا الذي يقول، أليس هذا عين القول بالتحريف؟ هذا هو عين القول بالتحريف، هذا هو. ولذلك شوف الذي يؤكد هذه القضية، شوف هذا المجلسي في كتابه بحار الأنوار ماذا يقول؟ يقول علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد 17,000 آية، 17,000 آية، القرآن موجود 6,200 و17,000 آية،
ماذا يقول المجلسي؟ يقول موثق، وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن سالم، فالخبر صحيح. المجلسي يقول فالخبر صحيح، ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من هي المفروض كثيرا مو مشكلة، وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. وعندي إن الأخبار في هذا الباب متواترة معنا، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمام، فكيف بثبوتها بالخبر؟ يعني التواتر تحرك. نعم، وهذا أنا قلت في بحر الأنوار، عفوا في مرآة العقول، في مرآة العقول الجزء الثاني عشر، شرح الكافي، هذا حديث في الكافي هذا. طيب الجزء الثاني عشر صفحة 525، في طبع إيراني الشيخ حرفوا الرواية من 17,000 إلى 7,000، لكن ما خرجوا من التحريف، يعني 7,000 برضو زيادة عن الموجود. يمكرون ويمكر الله. الدرر النجفية، أو عفوا الدرر ليوسف بن أحمد العصفور، المجلد الرابع صفحة 83، ماذا يقول؟ يقول ولعمري إن القول بعدم التغيير والتبديل لا يخرج عن حسن الظن بأئمة الجور، وأنهم لم يخونوا في الأمانة الكبرى مع ظهور خيانتهم في الأمانة الصغرى الأخرى. طيب الأخرى، نعم، هذا الكلام هذا ينقله عن يوسف البحراني دور النجفية. يقول عمري إن القول بعدم التغيير والتبديل لا يخرج عن حسن الظن بأئمة الجور، وأنهم لم يخونوا في الأمانة الكبرى مع ظهور خيانتهم في الأمانة الأخرى التي هي أشد ضرر على الدين وأحرى، على أن هذه الأخبار لا معارضة لها كما عرفت سوى مجرد الدعاوى العارية عن الدليل. هذا منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة لحبيب الله الخوئي، يقول في صفحة 75 و100، وكيف كان فقد ظهر وتحقق ما ذكرناه كله أن حدوث التحريف والنقصان في القرآن مما لا غبار عليه. قلت، هو يقول أيضا، فالإجماع المنقول إنما هو معتبر لأجل إفادته الظن، وهو لا يكافئ القطع الحاصل من الأخبار المتواترة الدالة على النقيصة، لكن لما كان الظن الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل من أدلة الزيادة لا جرم رجحناه عليه. هذا يؤكد كلام عبد الحسين أن الصحابة لم يجمعوا على التلفزيون. نعم 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 نعم.